جدا مقطع يا حبايب. أرد الكل يا حبايب بالكومنتات، فجر الكومنتات، صلوا على النبي محمد. اليوم يا حبايب هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالبداية يا حبايب حابب أعلنكم إنه باكر راح ينزل لكم فيديو كليب مالتي اللي هو بعنوان فيديو كليب جرحي. هذا الفيديو كليب يا حبايب بعد ساعة واحدة راح يكون كعرض أول، يعني تقدرون تدخلون وتعلقون عليه. وكالعادة يا حبايب أنا واثق بكم جيش ملك القصص، دائما كل كليب إنه 100,000 تعليق قبل ما ينزل باليوتيوب. فبعد ساعة واحدة يا حبايب دخلوا على القناة راح تشوفوا كعرض أول فجر التعليق 100,000 تعليق. ولا تنسوا إنه ينزل باكر الساعة 8 باكر. الخبر الاول اللي عدنا عن قمر الطاي ومشكلتها ويا علوش الامير. طبعا البدايه ما يعرفوا من هو علوش الامير، هو واحد من الانستغرامر العراقيين المشهور انه هو نوعا ما شكله حلو، وهو كان بالسابق يطلع ويا قمر الطاي بثوث يحجون لبعض ويتغزلون لبعض. ولكن الشيء الغريب يا حبه من قمر الطاي شالت الفولو عنه محسبه بالانستغرام، وهي ما ازمتها على حفله مالتها 2 مليون مشترك. هذا اللي خلى علوش الامير يا حبايبي يطلع بث على حسابه بالانستغرام، وهذا البث صار يقول بيه انه هو ما راح الحفل انهم يحجوا يا قمر مزعلين. قمر ما شويه قمر، ليش ما رحت على حفلة قمر؟ أحسن الأسباب مجهولة. بشرفكم في هذا الموضوع. بعدها يا حبايب قمر الطاي هم طلعت ببث مباشر، وبهذا البث المباشر قال سألوها إنه شنو سبب خلافك ويا علوش الأمير، تقول لهم يب أكو سبب خلاف وهم ما يحجون يا بعض. علوش مزعليني. طبعا هو الان ما حد يعرف شنو سبب الخلاف ما بينهم. اكو اكتب لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخلاف، وانتو يا منو ويا قمر الطاي او ويا علوش الامير. وبالاضافه يا حباب نفس هذا البث واحد متابعين صار يسالها انه ليش انت دائما صداقاتش من الشباب ما عندك صديقات بنات، فردت على هذا الموضوع يا حباب انه هي ما تحب صداقات البنات. فصارت تقول انه سبب ما يخليها انه صادق هواي بنات لان دائما البنات يغدرون بها ويغارون من عدها، هذا الشيء اللي ما يخليها انه هي صادق هواي من البنات. تقول انه واحده من صديقاتها صار لها 4 سنين وياها وبعدين هي غدرتها. بعدين قمرها صارت تحكي على صديقها صار لها سنتين تعرفها. الاغلب المتابعين صاروا يتوقعون انه يمكن هي تقصد يا رمار بكلامها صديقات بنات، بس ولا مره توفقت يعني اكثر من مره كلش هوايه، ولا مره توفقت يعني حتى كان عندي صديقه 4 سنين واخر شيء يعني غزت فيها وراحت. صديقه سنتين نفس الشيء يعني كلها تقدر. ما اعرف ليش البنات ما يحبوني، يعني انا البنات ما يحبوني هذا بالكامل الاخير. ما أعرف صغيرة ما أعرف يعني أنا ما موهوبة. ما أدري يعني بالعكس أنا يعني أحب يكون عندي صديقات بنات لأنه يعني اقترحت فيهم أكثر من الشباب، بس ما موفقة أبدا بصداقة البنات. فقلت خلاص أبتعد يعني أنه أوكي إذا عندي صداقات بنات أخليهم سطحية أخلي نفسي فيهم سطحية أو على قد الشغل، ما أتعمق لأن ما أتعمق أكل هواء. لازم تلقون اغلب اصدقاء الشباب، هذا مو معناه انه يعني ما اصدق هذا الشيء بنظره مو حلو ترى عادي، يعني صدق الشباب اصلا مسئلي ما يغارون على الاقل ما يؤذون يعني نو احس مشي مثل اخوتي اللي خلال سنة يعني. وبالختام صار يسألون قمر شنو سبب خلافك ويا انور مار، وليش الى الان هو منطيك بلوك وما رد لك الفولو او ما رد شال البلوك عنك. يعني صار تقول انه انور دائما يسوي يطيها بلوكات بدون اي سبب، ما ادري صراحه ليش ايش قاعد يصير. على كل احط لكم النقطه الاسئله اللي عن انور ما تجاهلتها، دا اقول لكم هاي اخبار انور مو اول مره يسوي لي بلوك على الانستغرام عادي. اكو اكتبوا بالكومنتات شو رايكم بردود قمر الطاي. ونروح حاليا لمريانة غريب، وصل قناتها باليوتيوب اللي هي كافيين للمليون متابع، ان شاء الله الف الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. وننتظر حاليا محمد اجواني ولما لانهم عن تنزيلهم مقطع يوتيوب باكر راح يردون بيه اثرهم على علاقه حب والاشاعات اللي طالعه عنهم. الاغلب يقولون انهم يحبون بعض. فكرنا يا حبايب بالكومنتات ايش قاعد متحمسين لهذا المقطع. وبالاضافه يا حبايب محمد اجواني نزل شويه ستوريات ويا عايده ونوعا ما قاعد يغنون، المتابعين صاروا يتوقعون انهم يقصدون يا اما بيسان اسماعيل يا اما نور مار بالاغنيه مالتهم. اعطيكم اياها اسمعوا كلماتها وركزوا بيها زين. ايام العشرة صبت وتمكنت علي تكبرت يا طرش ما ضريت مصيرك عم روح حاليا نور مار وتنزلها هذا الستوري كان بالبدايه دي بارك بي على وصول اغنيته حطيتك براسي سنه كامله حاليا مرت عليها ب 80 مليون مشاهده. كاتب عليها اغنيه صار لها سنه وان شاء الله راح توصل 100 مليون ما شاء الله، بس اظن صار واحده لازمها واحده جديده وراح تكون اقوى بكثير. وهذه الحاله يا حبايب قاعد يعلن عن تنزيل اغنيته الجديده اللي راح تنزل لكم قريبا ان شاء الله، فكتبوا لي بالكومنتات ايش متحمسين لها. وصل يا حبايبنا وصلت المقطع اللي تنسون بعد ساعه واحده راح ينزل لكم الفيديو كليب جرحي كعرض اول، اريدكم كلكم توصلوا 100,000 تعليق واثق بكم من انا باكر الساعه 8. وبس معكم فايز زي مقاطع من القصص، احبكم ومع السلامه.